بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض جديد من قناة الشروق، نبدأه بالعناوين. السودان يبلغ القائم بالأعمال الأمريكي تحفظات الخرطوم على تحذيرات واشنطن الأمنية. استئناف التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي، والسودان يطالب بالتأجيل لمدة أسبوع. مركز إقليمي للتنبؤات المناخية يتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من السودان. أهلا بكم. أبدى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر جمر الدين تحفظ الحكومة على بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم حول التحذيرات الأمنية لرعاياها. جاء ذلك خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان. وأشار وزير الخارجية السوداني إلى التحول الذي حدث في البلاد والمتمثل في الاستقرار واستتباب الأمن، كما قدم الوزير شرحا حول سير المفاوضات وموقف السودان حول سد النهضة. من جانبه عبر القائم بالأعمال الأمريكي عن موقف بلاده الداعم للحكومة الانتقالية ودعم التحول في السودان، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين. وأمن وزير الخارجية السوداني المكلف والقائم بالأعمال للسفارة الأمريكية بالخرطوم على ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار السوداني الأمريكي في أقرب وقت والتنسيق والترتيب له عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت وزارة الري السودانية استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين. وقالت وزارة الري في بيان لها اليوم إن السودان طلب في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض، ويرتبط الطلب السوداني بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات وضرورة توسيع التشاور الداخلي قبل استئناف التفاوض. بحث وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة الجديدة للسودان برئاسة ستيفن سيكورا مع والي ولاية كسل المكلف أرباب محمد الفضل احتياجات الولاية في مجال الدعم الفني واللوجستي وتدريب للكوادر، خاصة في المجالات التي تدخل في السلم المجتمعي. وبحث الوفد الأممي دعم التحول الديمقراطي بالإضافة إلى دعم القطاعات المجتمعية الحية، علاوة على الدعم المطلوب للاستعدادات الخاصة بالانتخابات القادمة عقب انتهاء الفترة الانتقالية وتدريب المختصين في المجالات العسكرية والعدلية والقضائية والإدارية والسياسية. وأوضح رئيس وفد البعثة الأممية أن الغرض من زيارة الولاية التفاكر والتشاور مع سلطات الولاية حول إنفاذ أهداف البعثة الجديدة التي تعتبر استكمالا لدور البعثات الأممية الموجودة في السودان. جئنا في ولاية كسلة لنتفاكر ونتشاور مع الأخ السيد ممثل الوالي في كيفية إنفاذ أهداف البعثة الأممية الجديدة، وهي ليس بعثة يعني منفردة من البعثات الأممية، بل في عملية تكميلية للبعثات الأممية الموجودة في السودان. وجئنا نتفاكر حول حوجة الولاية من الدعم الفني واللوجستي والمادي من الأمم المتحدة. ودعا المجتمعون إلى أن تتعامل بعثة الأمم المتحدة مع شرق السودان على شاكلة التعامل مع الولايات المستهدفة بعمل البعثة، ويكون ذلك واحد من أولوياتها في بناء الدولة المدنية. وأوضح عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلة مجدي حسن دفع الله أن شرق السودان يدخل ضمن المناطق ذات الأولوية، وأن البعثة أتت لكل السودان. بحضور كل الإخوة المختصين في لجنة الأمن و قطاع الاجتماعي والعون الإنساني في الولاية، جلسنا في اجتماع موسع ومفتوح، طرحنا لهم كل هموم الولاية التي تحتاج فيها لعون مادي ومعنوي وتدريبي، خاصة في المجالات التي تدخل في جانب السلم المجتمعي وجانب التحول الديمقراطي وجانب الدعم الفني واللوجستي بالذات لقطاع المرأة وقطاع الشباب. اليوم شاركنا في اجتماع بأمانة الحكومة
وقد استقبلنا فيه بعثة الأمم المتحدة أو وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة المنضوية تحت البند السادس التي أتت لتلمس المشاكل وتحديد الأولويات والتدخلات الأمم المتحدة في شرق السودان خاصة ولاية كسلة. حضر الاجتماع يعني كثير من قيادات العمل التنظيمي في تنظيمات المجتمع المدني بالإضافة إلى بعض المهتمين بشأن التنمية وإعادة التعمير في الولاية. أكد والي القضارف سليمان علي محمد موسى حرص الحكومة على تنمية العلاقات مع أثيوبيا والأقاليم المجاورة وتبادل المنافع المشتركة وحسن الجوار. وأشار والي القضارف لدى لقائه القنصل الأثيوبية بولاية القضارف المايس واجن إلى أن التفلتات والميليشيات تشكل هاجسا على الحدود، هذا بجانب عمليات الاختطاف وتجارة السلاح والمخدرات، مؤكدا التطلع لبناء المزيد من جسور الثقة لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. من جانبه قدم القنصل الأثيوبي التهاني للوالي بتعيينه واليا لولاية القضارف ودعا لحلحلة كافة المشاكل عبر الحوار بعيدا عن استخدام القوة. وفي ذات السياق تلقى والي القضارف في اتصال هاتفي التهنئة من حاكم إقليم الأمهرة بمناسبة التعيين واليا للقضارف، وأكد تعاون إقليم الأمهرة مع ولاية القضارف في كافة المجالات. اطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على الأوضاع الأمنية والتنموية بمنطقة أبيي، ووجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لدى لقائه رئيس اللجنة المشتركة لإشرافية أبيي من الجانب السوداني عز الدين عثمان محمد الشيخ بإلاء الجوانب التنموية اهتماما أكبر وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء أسس للتعايش السلمي بالمنطقة. وقال رئيس إشرافية أبيي في تصريحات صحفية إنه بحث مع النائب الأول الجوانب الأمنية والتنموية بالمنطقة، وأضاف: نبشر أهلنا في أبيي بالتنمية الحقيقية وفق استراتيجية وطنية لفائدة إنسان واستقرار المنطقة. أبيي الآن نحن هي حيتم تناول متكامل، حنعيد إن شاء الله كل المنطقة نعيدها بإنه إن شاء الله حتكون في تنمية حقيقية يستفيد منها إنسان المنطقة بكل المكونات الموجودة. وحقيقة السيد النائب هو همه كبير جدا في قضية أبيي، وهمه كبير جدا جدا إنه الناس تصل لمراحل متكاملة ترضي كل الأطراف بإذن الله. نحن والله شاكرين جدا السيد النائب لتفهمه لهذا القضية، وهو الرجل المسؤول من هذا الملف، وإن شاء الله نعدكم خيرا بإنه إن شاء الله ستتنزل الجوانب التنموية المتكاملة في كل المحاور، إن شاء الله حتتنزل بردا وسلاما وحتنزل نعمة إن شاء الله لأهلنا في أبيي. التقى والي غرب دارفور المكتبة التنفيذية للقبائل العربية بولاية غرب دارفور وعدد من القضايا قد بحثوها وهي متعلقة بالسلام الاجتماعي والأمن العام. وأوضح والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة أن الحوار وهو الطريق بل الطرق الأهلية في معالجة القضايا هي التي يمكن أن تسهم في حل كافة المشكلات بالولاية، وأكد أن المكتبة التنفيذية للقبائل العربية ملتزم باتباع الأسلوب الصحيح في معالجة قضايا ومشاكل المنطقة لدعم الإدارة الجديدة لحكومة الولاية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. ناقشنا بعض القضايا معهم فيما يختص بالسلام الاجتماعي والأمن العام، والتزموا جميعا باتباع الأسلوب الصحيح فيما يتعلق بحل المشاكل في المنطقة. أنتم عارفين كلكم هذه الولاية فيها مشاكل، وهذه المشاكل يجب أن تحل بطريقة قانونية وأهلية. اتفقنا معهم على أساس أنه يقفوا مع الإدارة الجديدة وقفة صلبة، وتعهدنا على هذا. وفي السياق أكد ممثل الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور الأمير حامد ضواي دبوك أن القبائل العربية سند وعضد للسلام مع كل القبائل، معلنا دعمهم للإدارة الجديدة والعمل معا لإنجاح الموسم الزراعي والأمن والاستقرار. طبعا ده شغلنا ذاته يا أخواننا، المصالحات بين القبائل، أي إدارة أهلية من المستوى بتاعت الشيخ وللعمدة وللأمير
نحن بدون المصالحة ما عندنا أي حاجة، لأنه خير العمل في الدنيا الصلح بين الناس. نحن بدأنا من امبارح وشينا شكلنا لجان لحماية الموسم الزراعي من كل القبيلتين، والآن مشت الحمد لله تباشرت أو باشرت مهمتها، ونحن رعوية بهذا الموضوع. أبشر كل المواطنين إن شاء الله مواطنين ولاية غربي دارفور، ونبشر أخونا الوالي أن إحنا سند وعضد للسلام بإذن الله تعالى كقبائل عربية. توقع المركز الإقليمي للتنبؤات المناخية التابع للإيجاد هطول أمطار غزيرة على معظم أجزاء السودان خلال الفترة من 11 إلى 18 من أغسطس الجاري، وأشارت التوقعات إلى أن الأمطار تتراوح شدتها من غزيرة في الأجزاء الجنوبية وجنوب غرب البلاد وجنوب الأواسط إلى أمطار غزيرة جدا في غرب البلاد وأجزاء من الشرق والشمال وشمال الأواسط، وأمطار غزيرة للغاية في الجزء الشمالي الغربي للبلاد وبعض المناطق في غرب وجنوب البلاد. استقرارا يعني ما عدا الحبس بتاع من عضبرة لمروي فيه زيادة فيه ارتفاع، من مروي لدب ضنقلة فيه ارتفاع بسيط، ده الارتفاع الحاصل. أما باقي الأحباس كلها تقريبا مستقرة بمعنى أنه يعني ما في زيادة من الأمس، ارتفاع من غارم بالأمس، ارتفاع معناته الحبس ده فيه أو الغطاء فيه ارتفاع، ده بيساعد الجهات الثانية مثلا الدفاع المدني الولايات المحليات على أنه يتحسبوا للحاجات دي من الغاية من بالردميات بطرمبات وكده. تبدأ صباحا بعد غد الأربعاء بولاية الخرطوم حملة إزالة تراكم النفايات واستدامة النظافة، وتستمر لعدة أيام لتشمل كافة المحليات، ويقود الحملة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر وأعضاء حكومته في كل مواقع العمل. وأكد اجتماع الإعداد للحملة برئاسة والي الخرطوم على مشاركة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع ونداء الخرطوم، كما تشارك في الحملة لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني. وتمكنت الولاية حتى الآن من حشد كمية من الآليات وحاملات النفايات بمساهمة مقدرة من القوات النظامية والقطاع الخاص بجانب آليات المحليات، وتم إعداد جدول زمني حدد الأيام التي يتم فيها رفع التراكمات من الأحياء والشوارع والميادين والأسواق والمواطق بل المناطق الصناعية. عرض الإخباري متواصل معكم فيه وفيه تتابعون عقب الفاصل. رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة يشدد على معالجة الوضع القانوني ومحاربة الفساد. مرحبا بكم إلى جولة في الأخبار العالمية والعربية، نبدأها من لبنان حيث تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء، كانت وزيرة العدل أحدثهم. وكان انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيا بمخزن في مرفأ بيروت في 4 أغسطس قد أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 6000 بجروح، ودمر قطاعات من المدينة الساحلية، مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة، وتسبب في انطلاق دعوات غاضبة لاستقالة الحكومة كلها. وكان رئيس الوزراء حسان دياب قال إنه سيدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال محافظ بيروت إن كثيرين من العمال وسائقي الشاحنات الأجانب لا يزالون مفقودين، ومن المفترض أنهم بين القتلى، الأمر الذي يعقد المساعي الرامية للتعرف على الضحايا. قال التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين إن إيران رفضت دعوة مجلس التعاون الخليجي غير الواقعية للأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في أكتوبر. وقالت الأمانة العامة للمجلس إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورية.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في عام 15 و2000 وانسحبت منه واشنطن في عام 18 و2000. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال يوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع الحالي على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة، وذلك برغم تحذيرات من بعض الدبلوماسيين بأن المشروع يفتقر إلى الدعم الكافي. انهارت منازل مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو في صنعاء القديمة بفعل الأمطار الغزيرة، وذلك بعد شهور من السيول والعواصف. وتعاني المنازل التراثية المتميزة المبنية من الطوب اللبن باللونين البني والأبيض في الأحياء التاريخية في صنعاء، والتي يرجع تاريخها لما قبل القرن 11، تعاني من تداعيات الصراع والإهمال. وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، قال إن المواطنين لا يجرون أعمال الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت الحالي مثل ما كان يحدث في الماضي، وأضاف أن سقوف حوالي 5000 من المباني العالية في المدينة القديمة تتسرب منها المياه، وأن سقوف 107 مباني تهدمت جزئيا. وتعمل الهيئة مع منظمة اليونسكو وصناديق أخرى للحفاظ على بعض هذه البنايات. قالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء اليوم الاثنين إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اشتباكات أثناء الليل بين الشرطة وآلاف المحتجين الذين يقولون إن الانتخابات زورت لصالحه. وقال ممثل جماعة سبرينج 96 المدافعة عن حقوق الإنسان، قال لرويترز إن شخصا واحدا على الأقل قتل بعد أن دهسته عربة سجناء تابعة للشرطة، كما أصيب العشرات بجروح في الاشتباكات التي بدأت بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأحد. ويحكم لوكاشينكو روسيا البيضاء منذ العام 1994، لكنه يواجه أكبر تحدي منذ سنوات لمواصلة قبضته المحكمة على السلطة، إذ يعتقد البعض من الناخبين أن أوان رحيله قد حان. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية وسيعود من جديد، إذ تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته. وقال الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة. وتفيد إحصاءات رويترز بأن نحو 20 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالمرض الذي أودى بحياة نحو 700 ألف من الأشخاص. في أخبار الاقتصاد نتابع، شدد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة صديق الهادي على ضرورة معالجة الوضع القانوني للمشروع ومحاربة الفساد. ولدى مخاطبة احتفالية التحالف للمزارعين بالجزيرة والمناجل ولجان المقاومة نظمت لاستقباله، أكد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة على أهمية تحديد أطراف المشروع ومهامها، ولفت إلى أن قضية الريم من أهم أولويات الإدارة بجانب التمويل من البنك الزراعي. وتعهد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة بتوفير فرص عمل للشباب، فيما دعا ممثل محافظي مشروع الجزيرة للتنسيق بين كل الشركاء في الإنتاج بالمشروع من أجل إحداث نهضة شاملة بالمشروع وتحقيق التوسع الرأسي والأفقي والمزارعين على إدارة النهوض بهذا المشروع. شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً في تداولات اليوم أمام الجنيه السوداني عقب إجازة الموازنة المعدلة للعام الجاري، وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية أن أسعار الشراء للدولار تصاعدت إلى 150 جنيه مقابل الدولار الواحد، فيما بلغ سعر البيع 148 جنيه. وأوضح عدد من المتعاملين مع الأوراق
والأسواق الموازية. تحدثوا لباج نيوز أن الأسعار تصاعدت عقب إجازة السلطات للموازنة المعدلة، وشمل التعديل سعر الصرف للدولار الجمركي. وتوقع أن تشهد أسواق العملات الموازية ارتفاعا كثيفا للطلب على الدولار وارتفاع أسعاره. ينعقد إسبيرين بعد غد الأربعاء 12 من أغسطس الجاري بالعاصمة السعودية الرياض مؤتمر أصدقاء السودان، في اجتماع يعد التاسع ضمن سلسلة اجتماعات أصدقاء السودان التي بدأت أواخر عام 2019. ويفتتح المؤتمر من قبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ويناقش المؤتمر عملية السلام بمشاركة حركات الكفاح المسلح. كما يناقش المؤتمر مخرجات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الألمانية برلين. وسيخاطب المؤتمر عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد حسن التعايشي، بالإضافة إلى ممثلين من حركات الكفاح المسلح. رياضيا، أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي قرارا قضى بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية. وضمت اللجنة بحسب قرار صادر بتوقيع ولاء البوشي كل من مدير الإدارة العامة للرياضة، ممثل وزارة الصحة الاتحادية، مدير اتحادات الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ممثل اللجنة الأولمبية، وممثل اتحادات غير الأولمبية. وحددت الوزيرة مهام اللجنة في مراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية الذي أعد في وقت سابق، وتقديم رؤية فنية لوضع مواقيت عودة الأنشطة الرياضية. ومنحت وزارة الشباب والرياضة اللجنة مدة أسبوع لرفع التقرير النهائي. وتجيء الخطوة على خلفية قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتأمين على قرار وزارة الشباب والرياضة باستمرار تعليق النشاط الرياضي في السودان. احتفى مدرب المريخ السوداني الأسبق التونسي أمين الزلفاني بتقرير لقناة أبوظبي الرياضية عن مسيرته في النادي السوداني، ووضع يامن فيديو قصير لتقرير على صفحته الرسمية بالفيسبوك تحدث فيه عن مسيرته مع المريخ. وكان يامن الزلفاني قد قاد المريخ في عام 2018 ونجح في الحصول على لقب كأس السودان قبل أن يغادر إلى تدريب شبيبة القبائل الجزائري بعد نهاية عقده. وأشار التقرير إلى أن يامن الزلفاني نجح في قيادة المريخ السوداني إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في ظروف صعبة وقاسية حرم فيها المريخ من الانتدابات بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ختاما لعرضنا هذا تذكير بالعناوين. السودان يبلغ القائم بالأعمال الأمريكي تحفظات الخرطوم على تحذيرات واشنطن الأمنية. استئناف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي والسودان يطالب بالتأجيل لمدة أسبوع. مركز إقليمي للتنبؤات المناخية يتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من البلاد. نهاية عرضنا من قناة الشروق، أشكر لكم طيب المتابعة. حتى ملتقانا بكم، تحيات فريق العمل وتحياتي، في أمان الله.